السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في محاضرتنا اليوم والمختبرات الكارديو فاسكولار باثولوجي، فاهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا. الكل تذكر اسماءها؟ كل واحد يذكر اسمه؟ غفران. نعم غفران، تعال جبه. غفران، نعم نعم. بعد بقيه الطلاب هم يخليه لهم. نعم ابو، اهلا اهلا. بعد بقيه الطلاب، بقيه الطلاب دكتور، بس دكتور سجلت اسمي اخ احمد بنتي وهو للرابط، فنشرب اسمه اذا تقدر يعني. نشرته بالرابط وكتبت تعليق هم جوا، قلت لهم دخلوا لازم يقرون التعليق هم عيني. اوكي واضح. انا كتبت لهم، كتبت لهم جوا هم كتب لهم دخلوا للرابط، والرابط هم مبين حتى شكله هم يختلف، فالمفروض انه يدخلون للرابط اليوم. اي اوكي دكتور تمام ممتاز. اليوم محاضرتنا على الكارديو فاسكولار سيستم اند كارديو فاسكولار ديزيز. كارديو فاسكولار ديزيز واضح يعني ماذا نقصد بالكارديو؟ تشوفون شيء؟ انتم تشوفون جاي اللي طالعه؟ تشوفون شيء يطلع؟ لا دكتور ما طالع شيء. ما طالع شيء. نحاول نطلع شيء. الفيديو همين ما يطلع يمكم؟ عليكم السلام. الفيديو هم ما يطلع؟ ايه دكتور ما طالع شيء. لا لا الفيديو ذا على اليوتيوب ينفتح، بس هنا حاليا بالبيت ماكو شيء. ها الفيديو باليوتيوب ينفتح. اذا احنا راح نسوي مراجعه في الشيء لهذا، وبعدين انتم شوفوا على باثولوجي اوف ذا هارت اند ذا فيزل. جهاز القلب والدوران الى كثير من الامراض، قسم من عندها وراثيه وقسم من عندها يصاب القلب باحتشام. يعني انتم هسه ما جاي تشوفون الفيديو؟ ما يطلع عندكم الفيديو؟ ما يطلع عندكم الفيديو؟ لا دكتور ما يطلع شيء. ما يطلع الفيديو موجود، لازم اطلع واعرض لكم. على كل راح اسوي له مشاركه هسه ان شاء الله راح تشوفون. اي دكتور بس اسوي له مشاركه العرض. راح اسوي مشاركه. اي راح اسوي له مشاركه عسى انه يشوفون عليه. هسه تشوفون العضله هي. اي دكتور هسه اي دكتور بس شوي كبرني الشاشه. اي راح اكبرها يطلع هسه. اي دكتور هسه تمام ممتاز. سجل هاي المحاضرة؟ اسجلها. جاي تسجل هاي المحاضرة؟ اي نعم. وراح انزل لكم اياها، بس احنا جاي نسجلها. ف هسه جاي يطلع الصوت، هو عندكم واضح الصوت. على كل خلينا نشوف. هسه سمعوني؟ سمعوني زين؟ سمعوني؟ هذا هم كذلك يتأثر لنا على السيركيليشن بالهارت، وتؤدي
يؤدي الى disturbance بالكارديو فاسكولار سيستم. من الامراض اللي تصيب القلب واللي نشوفها بكثره في المستشفيات هي احتشاء العضله القلبيه، يعني اللي نسميه مايوكارديال انفاركشن. مايوكارديال انفاركشن هو احتشاء العضله القلبيه، وقلنا هو الانفاركشن هو ديث اوف ذا سيل. هسه سمعون زين ذا سيل وذن ليفينج بودي. فهنا نشوف مثلا انه جزء سمعوني نشوف هذا الانفلاماتوري سيل. سمعوني الخلايا الالتهابيه الغازيه بعد ما صار احتشاء موت للعضلات. سمعوني طلاب، طلاب سمعون واضح كلامي؟ واضح تقدرون تتكلمون؟ بالله خلنا نسمع الصوت مالتكم. حوراء حوراء ما اسمع الصوت مالتكم. ليش؟ على كل بس جاي تسمعوني كتبوا نعم او لا. سمعون نعم كتبوا. جيد اذا سمعون، اذا سمعون جيد. الفيديو من فتحته تشوفونه زين في الفيديو. شفت من فتحنا الفيديو المحاضره تشوفونه زين. يتقطع اوكي اوكي مفهوم 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 مفهوم. هسه سمعوني مو بالله سمعون هسه؟ اي دكتور نسمع. ممتاز. الفيديو راح تشوفونه. خلنا احكي لكم على الكارديو فاسكولار سيستم حتى تفتهموه. سجلون عندكم ملاحظات والفيديو عندكم والباور بوينت همين عندكم كذلك. الكارديو فاسكولار سيستم معناها امراض القلب والاوعيه الدمويه. امراض ايش؟ امراض القلب والأوعية الدموية. أمراض القلب والأوعية الدموية، كل الأمراض اللي يصيب القلب وتصيب الأوعية الدموية. الأوعية الدموية القلب معروف، وخذيناه بالفسلجة وخذيناه بالتشريح، هو عبارة عن بمب يضخ الدم إلى كل الجسم، ومتألف من أربع شامبرات والأتريوم اثنين اللي فوق الأذينين. دكتور بس الشاشة ما طالعة عندي. ها عيني؟ لا جاي أتكلم لكم هسه، بعدين راح تشوفون. شنو ما طالع؟ هسه بس جاي تطلع أشكالكم. خلنا أشرح لكم شوية والبي دي إف عندكم. البي دي إف تقدرون تفتحونه لأن تقولون يقطع لأنه الإنترنت ضعيف فما يبث قوي، هو سبب الإنترنت. اما الفيديو عندكم كامل، المحاضره الفيديويه كامله نزلتها على الكلاس. تشوفون محاضره فيديويه كامله وبسيطه تقريبا نص ساعه، وكذلك تشوفون البي دي اف مالتها، يعني النص والصور مالتها. بس لكون الانترنت ضعيف فما جاي يطلع لكم اليوتيوب بنفس الوقت. مو تقولون يتقطع؟ مو سمعت تقولون يصير بتقطع؟ جاوبوني.
دكتور ايه نعم اي نعم دكتور. فخلنا اشرح لكم الماده اول مره حتى تروحون تشوفوها زين، واذا عندكم سؤال هم سألوه. فقلنا الاناتومي والفسيولوجي مال الكارديو فاسكولار سيستم متالف منين؟ متالف من القلب والاوعيه الدمويه. القلب فور تشامبر، فور تشامبر يعني اربعه كافيتيز اللي هن اثنيناتهن الفوق الاذينين والاسفل البطينين، يعني نسميها اتريوم ليفت تو رايت، يمين ويسار، اذينين وبطينين اللي جوا، واللي هي همين ليفت فنتريكل اند رايت فنتريكل. هذه تشامبر، والتشامبر مال هارت الكافيتي مالت الهارت مفصوله الليفت عن الرايت بنظام دقيق جدا، وتتحكم بسير الدم صمامات نسميها فالفز، وهذا الفالفز تسمح لمرور الدم من اتجاه واحد، يعني يمر من الأذين إلى البطين بس ما يسمح المرور بالعكس. وإذا صار بالفالف أي تشوه ديزيز يعني مرض راح يسوي لنا إشكالات بضخ الدم، ومن ثم قد يسبب لنا عجز القلب، ومن ثم قد يسبب لنا إلى الوفاة. فإذا القلب سيستم معين، تشامبرات وتحت ضغط معين يشتغل، والقوة ترجع إلى المصل مالته المايوماتريوم، اسمها المايوماتريوم يعني الوول اوف ذا كافيتي، عضلة القلب اللي هي المايوماتريوم. وعضلة القلب عضلة خاصة تختلف عن السكيليتال العضلات الهيكلية كما تختلف عن العضلات الملساء. هذا هو القلب. القلب يضخ الى كل الجسم حتى يودي للدم، يودي الدم المحمول بالاكسجين الى الانسجه وتتغذى، وكذلك يودي الدم المن الى الرئه، وعنده دورتين، واحده الدوره نسميها الكبرى، واحده الدوره الصغرى. الدوره الصغرى هي الرئويه اللي خلالها يضخ الدم الى القلب من القلب الى الرئتين وتحصل على الاكسجين ويرجع الى القلب. هذا الدورة الرئوية الصغرى. الدورة الدموية الصغرى هي البولمونري سيركوليشن. اكو سيركوليشن اخرى نسميها سيستميك سيركوليشن. السيستميك سيركوليشن هو ضخ الدم الى كل الجسم حتى ياخذ الجسم الغذاء وياخذ الاكسجين. اذا حصل مرض بالاوعية الدموية فراح نسميه كارديو فاسكولار ديزيز. فإذا الكارديو فاسكولار ديزيز هو مرض يصيب القلب ويصيب الأوعية الدموية، وهو كثير من الأمراض، كثير من الأمراض اللي تصيب القلب والأوعية الدموية. حتى نسهل الأمر، السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. حتى سامعيني زين طلاب؟ اي دكتور بنسمعك زين. واضح الكلام مالي؟ يعني موضوع بسيط دكتور. بسيط. هو هذا الكارديو فاسكولار ديزيز. فقسم من الأمراض تصيب القلب، وقسم من الأمراض تصيب الأوعية الدموية. من نقول أوعية دموية فازلز نقصد بها الأرتريز الشرايين، نقصد بها الفينز الأوردة، نقصد بها الكابيلاريز الأوعية الشعرية الدموية. هذه كلها نسميها فازلز. واضح؟ وقد يصيب المرض القلب والشرايين بنفس الوقت، وكذلك الأمراض اللي تصيب الشرايين تأثر على القلب، والأمراض اللي تصيب القلب تأثر على الأوعية الدموية. والجهاز بينه تواصل، فأي مرض يصيب أي جزء من الكارديوفاسكولار سيستم يأثر على الفانكشن اكتيفيتي and structure of the vascular system, cardiovascular system. فكل مرض يصيب جزء من هذه السيستم يأثر على بقية السيستم. يعني على سبيل المثال الأثيروسكليروسيس اللي هو تشمع اللي يصيب بالشرايين، والمعروف سامعين بالأثيروسكليروسيس والأثيروما، سامعين بها. مرض هذا منتشر بكل الناس، ويحصل
في أعداد كبيرة من البشر كل ما يتقدمون بالسن، يعني يبدأ بالأربعينات وهو يبدأ قبل هذا الشيء. بس لكن حتى نشوفه سريريا نشوفه نهاية الثلاثينات والأربعينات ويستمر ويصير الشرايين يصير بها تصلب، معناها يصير ترسبات لمواد كوليسترول وشحوم في الفازل وول، في جدار الشرايين. ونعرف الشرايين والفازلز ماخذيها حتى يمر الدم بها بسلاسة، لازم يكون الفازلز بمنتهى الخلقية اللي تمكنه بأنه ما تسوي أي احتكاك ويا الدم. يعني رغم أنه الدم يسري بالأوعية الدموية بكل اللحظات لكن ما يسوي احتكاك، ما يسوي. ليش؟ لأنه lined by smooth lining وما بي تعكرات ولا بي ترسبات. فإذا صارت ترسبات لمواد كوليسترولز ومواد شحمية تحت الميوكوس ممبرين راح تسوي لنا ديستربنس بالبلاس سيركوليشن. بمرور الزمن راح تسوي لنا إروجن، يعني مثل مجرى ويصير بي سائل، لكن هذا المجرى متعكر، فسريان السائل يأثر على جداره ويسوي تكسرات بالجدار. مو صحيح نشوف الشيء؟ مثلا شايفين انتو من يصير سائل بجدار اللي هو ما منتظم، ايش راح يسوي له؟ راح يسوي له قسم من التكسرات. هذا مثال بسيط، فهو هذا اللي يصير لما يصير ترسبات بالفازل وولز نتيجة الكوليسترول ويصير مرض نسميه أثيروما، وهذا منتشر عالميا، وهذا يسوي لنا إروجن وألسريشن ويسوي لنا مضاعفات، وتنتهي المضاعفات بأنه يسوي لنا خثر دموية، بما معناه انسداد بالوعاء الدموي نتيجة التجلط والتخثر للدم، لأنه الدم لازم يسري مثل ما قلنا بسلاسة وانتظام وبدون أي ديستيربنس. أي ديستيربنس راح يسوي لنا يأثر على الكلوتينج ويسوي لنا تخثر، وهذا التخثر يسوي لنا انسداد بالوعاء الدموي. انسداد الوعاء الدموي يسبب لنا نقص بالأكسجين اللي الوعاء الدموي يزود ذاك القسم من الجسم. يعني أضرب لكم مثال، شايفين أبو السكر اللي عنده مرض بالسكر؟ مو صحيح شايفينه، وكثير من الناس عندهم أمراض بالسكر. هذول كبار السن راح تصير عندهم مشاكل بالأطراف. كيف مشاكل بالأطراف؟ أنا أرد أوصل لكم الفكرة الواضحة. المشاكل بالأطراف قسم من عندهم يصير عندهم موت بقسم من أصابعه، يعني الأصابع النهاية مالت الأصبع مالته تقوم تصير بها اسوداد، ومن ثم تآكل، ومن ثم التهابات. ليش؟ لأنه الدم ما يقوم يوصل. ليش الدم ما يقوم يوصل؟ لأنه نتيجة الأثيروما والأثيروسيس أثيروسكليروسيس تصير ستينوسيس. يعني شنو؟ يعني قطر الأرتري الواصل إلى اللور لمب اللي واصل إلى الأرجل، القطر مالته راح يقل ومجريان الدم راح يقل، فما يصير تغذية إلى اللور ليجز. فمن هذا تبدي أصابعه قسم من عدها تموت، وقسم الأصابع كلها تموت، وقسم القدم يموت أصلا ويصير مكانه أسود ويختلف عن المكان الآخر، وقسم يحتاج إلى علاجة جراحية ويسووا له امبيوتيشن، يعني يسووا له يقصون هذه الأصابع مالته لأنه ماتت. هذا في مثال بسيط يمثل لكم حتى تصيرون انتو اورينتد، حتى تكونون بالصورة بأنه هذه الأوعية الدموية تزود الأكسجين عن طريق نقلها للدم، وهذا الدم يحتوي على كريات الدم الحمراء، وكريات الدم الحمراء تحتوي على الهيموغلوبين، والهيموغلوبين هو اللي ينقل الأكسجين.
فلما يكون الوعاء الدموي مسدود بسبب المرض ما راح يوصل الأكسجين إلى النسيج. معناها شي يصير إذا ما وصل الأكسجين إلى النسيج؟ هذه في المحاضرات الأولى أخذيناها، نقول راح يصير سيل إنجري. يعني شنو سيل إنجري؟ يعني يصير تخريب بالأنسجة، بأنسجة الجسم. واحدة من عدها السيل إنجري هي الديبريفيشن from the blood supply وديبريفيشن الحرمان من الأكسجين اللي يجي يغذي النسيج. فإذا صار بي حرمان وما يجي يوصل الدم ولا يوصل الأكسجين، معناها إيش راح يصير؟ معناها راح يصير أول مرة بالبداية يصير إنجري، يعني تخريب أولي، ومن ثم إذا ظل هذا التخريب الأولي راح يصير نيكروسيس. ما معنى النيكروسيس؟ يعني موت الخلايا، موت الخلايا. مثل ما وضحتكم قلت لكم هذا راح يصير نيكروسيس وراح يصير جانجرين. سامعين بالجانجرين؟ جابوني سامعين بالجانجرينة؟ سامعين بالجانجرينة. هاي وحدة، هاي وحدة من أسباب الجانجرينة. أسرح... هي مو دكتور تصير مثلا إذا صار أكو جرح وتبدي تتأكل مثل الأطراف مثلا، تصير خصوصا بمرضى السكر وهيج. نعم نعم صحيح، هذا كلام صحيح. هذا مثال بالسكر، بس يصير بكثير من الناس. الجانجرين هو موت للخلايا، موت نوع من موت الخلايا نسميه الجانجرين، يصير بمرض السكر نتيجة انسداد الأوعاء الدموية. الفكرة تفهمون بأنه الجهاز الكارديوفاسكولار سيستم هو الجهاز اللي يوصل الدم إلى كل أنحاء الجسم، وأي خلل بيه يسوي تخريب. ومضربت لكم المثال على الجانجرين اللي يصير بمرض السكر، هذا المريض يقدر يعيش. بس أنا أضرب لكم مثال آخر على احتشاء العضلة القلبية، نفس الشيء. العضلة القلبية عرفنا بأنه تشتغل 24 hours 7 days a week all the life، يعني طول عمره منذ الولادة، وقبل الولادة يشتغل القلب. القلب يشتغل قبل الولادة، يعني التنفس يشتغل بعد الولادة، مو صحيح؟ حتى تفتهمون الفسلجة، لأن مرتبطة بالباثو، تفتهمون العلم مالت الطب. التنفس يبدي شو وقت تنفس الجنين؟ يبدي بعد الولادة، مو صحيح؟ تمام لولا؟ سامعيني؟ من يجاوب؟ التنفس مال التنفس بعد الولادة يبدي التنفس، بس القلب ما يبدي بعد الولادة، يبدي من الأيام الأولى والأسابيع الأولى ليتكون الجنين. بس صار قلب قام يشتغل القلب، قلب الجنين يشتغل، لأن هو لأنه قلب الدورة الدموية مالت الأم منفصلة عن الدورة الدموية مال الطفل. تعرفون لو ما تعرفون، الفاسكولار سيستم مال الجنين مفصول عن الفاسكولار سيستم مال الأم، ما مختلط. وبيناتهم الجارة اللي نسميها بلاسنتا. قول دكتور هذه المشيمة، غير دكتور المشيمة اي دكتور، قول دكتور هاي دخلها بالكارديوفاسكولار سيستم. انتوا لازم تعرفون هذا هو السيستم شنو حتى تعرفون المرض، مو صحيح؟ فهو هذا السيستم هو الهارت والبلاد فازلز وما يسري منه به من دم، فهذا هو الكارديوفاسكولار سيستم. فاخذينا امثله، مالته. واحده منها امراض الشرايين، واحده من امراض الشرايين شنو سميتها؟ شنو قلت اسمها؟ اثيروما، أثيروسكلوروسيس، تصلب الشرايين. الكل تقول حتى تعلمون الكلام، ما أريد بس تسمعون، أريدكم تتعلمون، لأنه تقدرون تقرون، تقدرون تشوفون محاضرة، شوفوها بالفيديو مالتي، بس أريدكم هم كذلك تنطقون الكلام، لأن من راح تروحون للمستشفيات راح تتكلمون ويا الناس مثل ما قلت، فتعلموا. هسه فرصة أنه تتعلم. فكل واحد يقول أثيروسكلوروسيس، أثيروما معناها تصلب الشرايين. يلا ابدوا واحد ورا الثاني ويقول لي كلمات من قلته انا اقول له، انت تقولوا يلا كل واحد يفتح ويحكي. دكتور بس عيد السؤال مسماتك، قلت بس تعيدون من هي الامراض اللي ذكرتها انا لحد الان.
سووا لي خلاصه عليها، كل واحد يقول اسم مرض اللي ذكرته او اسم معلومه على الكارديو فاسكولار سيستم. تفضلوا كل واحد شويه. الاثيروما. نعم. بعد تصلب الشرايين. نعم صحيح. بعد بعد وظائف الجهاز الفاسكولار سيستم، صح ولا لا؟ دكتور بعد الهايبرتروفي مو صح؟ هايبرتروفي صادقة صحيح. فإذا نخلينا هذا جزء حتى نبدي عادة بالأمراض، نبدي بالأمراض نسميها الأمراض الوراثية. يعني كل سيستم إذا تردون حتى ما تنسون، حتى يعني للمسائل الأكاديمية أنا راح أركز على مسائل سريرية، اللي يعني سريرية يعني راح تشوفوها بالمستشفيات بشغلكم، ومسائل أكاديمية يعني شلون تدرسوها. أول الأمراض إذا من ناحية الأكاديمية نقول التشوهات الخلقية، فإذا أكو أمراض تشوهات خلقية تصيب الجهاز الدوران، شو نسميها؟ congenital abnormality. يعني مثلا أكو واحد من الصمامات خربان من ولادة الطفل، هو صمام عنده خربان، مو صحيح؟ نسميها congenital valve disease، مو صحيح؟ سامعين بها؟ عنده صمام، أول ما تولده أمه يقولوا له هذا عنده طفل عنده صمام، مو سامعين بهذا الكلام؟ نعم دكتور. هذا نسميه تشوه. نعم بارك الله بكم. هذا نسميه تشوه خلقي، يعني صمام عنده ما يشتغل صحيح من ولادته، تشوه خلقي. أو عنده نسميه كوركتيشن، يعني الأورطة مالته مو بشكلها الطبيعي، وإنما بها تشوهات بالأورطة. تعرفون شنو الأورطة؟ شريان الأورطة، مو صحيح؟ الأبهر يسمونه. تمام. أو مثلاً عنده يكون هايبرتنسيف، يعني مثلاً ضغط عالي. لا هسه إحنا نحكي بالتشوهات، راح نجي بكلام الصحيح، كلامك أمراض هذا صحيح، بس ما نولد الطفل عنده ضغط عالي. أول مرة نحكي بالتشوهات الخلقية، فالتشوهات الخلقية بالقلب قد تجد تشوهات خلقية، صمامات القلب قد تجد بها تشوهات خلقية. قلت لكم القلب ما به اتصال بين الأيمن والأيسر، لكن أكو تشوهات خلقية بيناتهم اتصال، وقد يولد الطفل ميت. ليش؟ يعني يقولوا له هذه الفتحة اللي كانت موجودة بين القسم الأيمن والأيسر ما انسدت، المفروض تنسد قبل الولادة، تنسد ويصير ماكو اتصال. واضح؟ فهذه كلها نسميها تشوهات خلقية، سميتها congenital disease، congenital vascular disease. قولوها وراي. نعم تكلموا. نعم تكلموا ما يهم. congenital heart disease. بارك الله بك. يعني هاي التشوهات الخلقية، فالتشوهات الخلقية تصير بالقلب، تصير بالارتري يعني بالشريان، تصير بالفين بالوريد، وتصير مكانات كثيرة، حتى الفين الأوردة يصير بها تشوهات، حتى الأوعية الدموية يصير بها تشوهات. بس الخطرة هي تشوهات القلب، خاصة الصمامات valvular congenital valvular disease، وكذلك الصمامات اللي بين القلب وبين الشرايين الكبرى. يعني كيف؟ يعني بين القلب اللي هو left ventricle والأورطة الأبهر أكو صمام نسميه aortic valve، هذا صمام الأبهر، هذا مهم جدا. كذلك أكو mitral valve وأكو tricuspid valve، فهذا إني أكو صمامات. يعني أنتوا هسه جاي تصورون القلب، أكو واحد ما يعرفه لو افتهمتوه جابوني؟ لا طبعا دكتور مش تهرب دكتور. ها فانتوا تصوروا هاي الفسله جمال القلب والصمامات، تصير بها خربطه. يعني بدل ما موجود صمام يخلي الدم يجري من الايمن الى الايسر وما يرجع، بس الصمام اذا خربان، اذا بي ديزيز، الدم راح يصب من الليفت اتريوم على سبيل المثال، يصب بالليفت فينتركل بس يرجع مرة ثانية. واضح؟ واضح. فإذا الصمامات مهمة.
هذه نسميها التشوهات الخلقية. المرض الآخر المهم الديزيز وهي الأثيروما، أو أثيروسكليروسيس، يعني معناها التصلبات للشرايين، واللي هي ديبوزيشن أوف مادة الكوليسترول فاتي ماتيريالز، تصير ديبوزيشن أندر ذا ميكوزا، يعني مواد شحمية وكوليسترول ودهون ضارة، فاتي ماتيريالز تترسب تحت غشاء. نعرف أنه الوعاء الدموي الشريان، بليومن، يعني بمجرى، وهذا المجرى مغطى بلايننج بكفر، هذا الكفر المفروض يكون نظامي، أما إذا ترسبت جوا مواد صلبة وكوليسترول راح يتأثر ويصير بمرض، وقد يصير بتقرحات، وهذا تنتهي بانسداد الشريان وتخثره. السبب الرئيسي بهذه الأمراض نسميها تصلب الشرايين الأثيروسكليروسيس، وهو اللي مرض عالمي منتشر بكل العالم، مرض هو نتيجة الميتابوليزم، نتيجة الأكل، نتيجة الوراثة، نتيجة عدم الصحة، ونشوف كثير من الناس الفوق 40 يصير عندهم هذا المرض، وقد يؤدي بهم إلى احتشاء العضلة القلبية. ما هي احتشاء العضلة القلبية؟ موت العضلة القلبية، نسميها انفاركشن، مايوكارديال انفاركشن. فأريد طالب يعيد لي، طالبين يعيدوا لي، كل واحد كلمة كلمتين، تفضلوا. دكتور، انت قلت انه اكو حالات يصير اكو تصلب او انسداد بالاوعية الدموية بيا حالة، مثلا اكو مادة دهنية او فشي، يعني ممكن يسبب انغلاقها او انسدادها، وهذا الشيء راح يسبب لنا تقرحات ولحد ما تصير يعني مشاكل صحية اكثر بهذا الموضوع. نعم، والمرض نسميه تصلب الشرايين، وحفظه نسميه أثيروسكليروسيس، وهذا المرض أثيروسكليروسيس، وهذا المرض ما يصير بيوم يومين، وإنما يصير بسنين، ترسبات تمر السنين وينتهي، يعني هذول اللي يصير عندهم احتشاء بالعضلة القلبية والجلطة القلبية والسكتة القلبية والسكتة الدماغية، كثير من عندهم سببين، السكتة الدماغية والجلطة القلبية نتيجة، كثير من عندهم نتيجة الأثيروسكليروسيس، تصلب الشرايين، زين، والدهون اللي تصير اللي تترسب تحت غشاء الشرايين والفازلز. فإذن هذني، وإذن أسجينا على موضوع مهم جدا نسميه مايوكارديال انفاركشن. سمينا، أرد أسمع الكلام، طالب انفاركشن. مايوكارديال انفاركشن يعني الجلطة القلبية، هذه أهم موضوع من مواضيع الكارديو فاسكولار ديزيز، لأنه منتشرة سريريا، يعني منتشرة سريريا، وكل عائلة عندهم أحد، عندها جدها، عندها، إذا هي ما منتبهة فهو سبب الوفاة، كثير من سبب الوفاة اللي قبل لا تصير كورونا، كثير من عندهم هذول عالميا أنه مرضهم سبب الوفاة. شوف هذا مرض مرأة كبيرة السن، قلها شنو الوفاة؟ تقول له عجز القلب، احتشاء العضلة القلبية. فإذا نسميه مايوكارديال انفاركشن. شو اسم المرض؟ قولوا مايوكارديال انفاركشن، شنو معناته بالعربي؟ احتشاء القلب أو العضلة القلبية، جلطة قلبية، سكتة قلبية، هذه اللي الناس تتكلم بها، فأنتوا عرفوا أنه هذا مايوكارديال انفاركشن. نعم، سألي. نعم، اسمع تمام دكتور. ممتاز فاذا الانفاركشن هو موت للعضله القلبيه، واحنا من نشعر هذا المرض شلون يبدي؟ يشعر المريض بالتعب، ومن ثم يشعر بألم شديد في الصدر، الم شديد في على الصدر، خاصه بالسنترال اريا، يعني جوه العظم، عظم القص، يشعر
ألم شديد، حرقة شديدة كأنه نار جوا صدره، ومن ثم يحس بالتعب، يحس بالتعب، وإذا كان الاحتشاء يعني إذا كان موت للعضلة القلبية منطقتها كبيرة قد يسبب له موت سدن ديث، يعني رأسا يصير عنده فينتينج أتاك ويوقع ويموت إذا ما لحق له. وعادة ينقلونه للمستشفيات إلى سيسيو، يعني شنو سيسيو تعرفون بيها مو صحيح؟ راح وحدة العناية المركزة، ها وحدة إنعاش القلب والعناية المركزة، إنعاش القلب يدزوله للإنعاش القلب لأنه العضلة القلبية قسم من عدها ماتت، هذه تأثر على كهربائيات القلب، فاحتمال يراد له بأنه يسوي له صدمة كهربائية للقلب ويسوي له كثير من العلاجات اللي ايرجنت ونعرفها، هذه هي يعني سابقا وإلى الآن يعتبرونها CCU، يعني هذه لازم 24 ساعة موجودة العناية اللي بيه. فهذا هو احتشاء العضلة القلبية. أكو أعراض سريرية اللي قلت لكم عليها، وأكو أعراض أخرى تطلع من خلال المختبر، يعني كثير من الفحوصات تطلع من خلال المختبر، يصير تغيرات بالإنزيمات، هذه فحوصات كيميائية، كذلك الـ ESR راح يكون عنده ارتفاع شديد، كذلك فحص الـ ECG. تعرفون شنو الـ ECG؟ فحص القلب، يعني الـ ECG مو تمام؟ الECG فحص القلب، يشوفون هذه موجات القلب اللي تطلع، الQRS، البي ويف، الكيو ويف، الRST ويف، هذني عبارة عن موجات كهربائية، الجهاز يرسمها الرسم ونشوف انه القلب منتظم او ما منتظم، او اذا صار عنده موت بجزء من العضلة راح يبين بهذا الECG. هذه هي امراض اخرى من امراض القلب لنسميها الاحتشاء وموت العضلة القلبية والإنفاركشن. واضح؟ أكو أمراض أخرى نتيجة الالتهابات، فالأوعية الدموية والقلب قد يصاب بالتهابات، وهذه الالتهابات قد تكون مايكروبيال، فيرال، وإلى آخره، قد تكون نتيجة فيروسات، نتيجة بكتيريا، نتيجة تسممات، يصير عنده انفلاميشن، فهذا همين التهابات تأثر على الأوعية الدموية. ومثل ما قلنا الأوعية الدموية قد تتعرض إلى توكسيك ايجنت، إلى مواد سامة تدخل للجسم، وهذه المواد السامة قد تأثر على الكارديو فاسكولار ديزيز. فإذا هذا هو الأمراض، وأكو